هذه حكايتي باختصار، وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما الآن أن تنضم إلى قوافل العائدين، نور حياتك بالهدى وسد طريق التائبين، وأمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى، أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمناك، وقد رجعت إلينا فقبلناك، فالعمر ما حدود السنين. ورضي أبشر أيها الكائن، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واحمل بصدرك مصحفا يشرح، أنين المذنبين أحب إليه من فجع المسفرين. حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، أتيتك بترابها مغفرة ولا أبالي، ولا أبالي. يا أرحم الراحمين، لحظة الرجوع إلى الله. فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز، وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان، إنه صوت الأذان يجدد في الفضاء. وأنت، نعم أنت، إياك أعني، يا من تأكل رزقك وتسكن في أرضك وفي كل مكان يراك، ولا تستطيع رد الموت إذا أتى، ولا تملك لنفسك جنة ولا نار. أما آن أن تتوب، أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب. هنيئا لك الدموع الحارة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قوافل العائدين، اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع، قل ونادي في الأصحاب والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الخائفين، يا أمل المذنبين. ظللت من دمائم التوبة، يا رحيما بمن روت قلوبا جذبا بالمعاصي، توبة نورت الطريق وأنقذت الغريق، مزقت ظلمة الغواية وأضاءت قناديل الهداية. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وأمر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين. قوافل العائدين، نعم قوافل العائدين، للشيخ خالد الراشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأن يذل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. أمر الله عز وجل بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد جل في علاه بالقبول فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم فتح الرحمن باب الرجاء فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولك كن فيكون، والخير كله عندك أجمع. ما لي
سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت أي باب أقرع؟ ومن ذا الذي أدعوه وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيدك يمنع؟ حاشاك أن تقنط من فضلك عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. عنوان اللقاء: قوافل العائدين. نعم، قوافل العائدين. وسيتكون اللقاء من مقدمة وبداية وختام، وبينهما أخبار خمسة. الخبر الأول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الخبر الثاني: سبحان مغير الأحوال. الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ الخبر الرابع: طريق المخدرات. الخبر الخامس: هدايتي على يدي. ثم الختام. فإلى أول الكلام. أول الكلام: روى البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فيقول جل في علاه: فما يسألوني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا وأعظم فيها رغبة. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فأبشروا يا أهل هذه المجالس. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول جل في علاه: وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نعم، أبشروا يا أهل هذه المجالس، فربكم ذو رحمة واسعة. اسمع منادي الله ينادي: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني أشد شوقا لهم. ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟ من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته، ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي. وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى بعهده من الله. يا فرحة التائبين بمحبة الله، فيا فرحة التائبين بمحبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الهج بحمده واهتف بشكره وقل: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل: أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل: أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد.
أنا الجائع الذي علمته فلك الحمد، أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. روي عن منصور بن عمار قال: قال خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، وإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغير، فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا، ولا لعقوبتك متعرضا، ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي، وغلبتني شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا، ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجع، وإذا أنا بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها: من الميت؟ فقالت: لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار، سبحان من وفق للتوبة أقواما وثبت على صراطها أقداما، يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، إن تعذبني فبعدلك، وإن ترحمني فأنت به جدير. إن علاج مشاكل الشباب والشيب وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. نعم، الانضمام إلى قوافل العائدين، العائدين إلى الله بعد طول غياب، الذين أحرقتهم الذنوب والمعاصي، الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور، الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعة، الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه، الذين آثروا الجنة على النار، الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة، فيقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب. وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ولكن أصبح تائبين وأمس تائبين. ليس عيب أن تخطئ، لكن كل العيب أن تصر على الخطأ، عيب أن تتمادى في الخطأ، عيب أن تنسى فضل الله عليك، عيب أن تنسى رقابة الله لك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، فقل لي في نفسي قولا بليغا. قال: أعظك بخمس. قال: هات الأولى. قال: الأولى لا تأكل من رزق الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثانية. قال: الثانية لا تسكن في أرض الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم، الأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: الثالثة اذهب في مكان لا يراك فيه الله واعص الله. قال: أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه؟ قال: هات الرابعة. قال: الرابعة إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له: إني لا أموت الآن. قال: من يستطيع يا إبراهيم؟ والله يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه؟ قال: هات الخامسة. قال: الخامسة إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاب تأخذك إلى النار فخذ نفسك إلى الجنة. قال: من يستطيع هذا يا إبراهيم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه؟ قال: اسمع يا إبراهيم، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا يا إبراهيم أستغفر الله وأتوب إليه. فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله، أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين. وأنت، نعم أنت، إياك أعني، يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك
ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك، ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا. أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ أما آن أن تنضم إلى قوافل العائدين؟ أما آن لما أنت فيه متاب؟ وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعته، سوى عمل ترجوه وهو سرابه، وليس للمرء سلامة دينه سوى عذلة فيها الجليس كتابه، يعني القرآن كتاب حوى العلوم بكلها، وكل ما حوى من العلوم صوابه، ففيه الدواء لكل داء فاضطر به، فوالله ما عنه ينوب كتابه. تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا، تعال نأخذ العبرة من قصصهم، قصص ممزوجة بالندم والدموع، قصص مليئة بالصور والعبر، يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم، مآس وآهات، غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات، فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات، وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين. الخبر الأول، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عن أبي هشام الصوفي رحمه الله قال: أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية، فقال لي الرجل: ليس هاهنا موضع. فسألته الجارية أن يحملني ففعل، فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع، فقالت الجارية: ادع ذاك المسكين ليتغدى معنا. فجئت على أنني مسكين، فلما تغدينا قال: يا جارية هاتي شرابك فشرب، وأمرها أن تسقيني، فقالت: يرحمك الله إن للضيف حقا، فتركني. فلما دب فيه الشراب قال: يا جارية هاتي عودك وهاتي ما عندك، فأخذت العود وغنت، ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: عندي ما هو أحسن منه، عندي ما هو أحسن منه وخير منه. فقال: قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. وجعل الرجل يبكي حتى انتهيت إلى قوله: وإذا الصحف نشرت. فقال: يا جارية يا جارية اذهبي، فأنت حرة لوجه الله تعالى. ثم ألقى ما معه من الشراب وكسر العود، ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول: يا أخي أترى أن الله يقبل توبتي؟ فقلت: نعم إن الله يحب التوابين، فقلت: نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قلت: نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتاب واستقام وتبدل حاله، وصاحبته بعد ذلك 40 سنة حتى مات، فرأيته في المنام، فقلت له: إلى ما صرت؟ فقال: إلى الجنة. فقال: إلى الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت؟ علمت نفس ما أحضرت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت: أنا للحرام نظرت. لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت: أنا للأغاني والحرام استمعت. ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت: أنا للربا والحرام أخذ. فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت: أنا للحرام مشي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تمور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا
تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ حتى ننجو ونفوز في ذلك اليوم ونفلح، لا بد من الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخبر الثاني سبحان مغير الأحوال. قال الراوي: لقد تغير صاحبي، نعم تغير، ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كنسمات الفجر الندية، وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصك الآذان وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تنم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة وقحة، كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك، لا يعبأ بذلك ولا يهتم. وجهه هادئ، وجهه هادئ القسمات، تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة والاهتمام. نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطري، فقال: لعلك تريد أن تسأل ماذا غيرك؟ قلت: نعم هو ذاك. فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورتك الآن. فتنهد قائلا: سبحان مغير الأحوال. قلت: لا بد أن وراء ذلك قصة. قال: نعم، وسأقصها عليه. ثم التفت إلي قائلا: كنت في سيارتي على طريق ساحلي، وعند أحد الجسور الموصلة إلى أحد الأحياء فوجئت بصبي صغير يقطع من أمامي الطريق، فارتبكت واختلت عجلة القيادة من يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه. رفعت رأسي إلى أعلى لأجد متنفسا، ولكن الماء بدأ يغمر السيارة من جميع نواحيها. مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح. هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياتي الحافلة بكل أنواع العبث والمجون، وتمثل لي الماء شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات كثيفا، وأحسست بأني أهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة. فانتابني فزع شديد فصرخت في صوت مكتوم: يا رب يا رب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ودرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق. أحسست بقلبي يخفق بالشدة، فانتفضت وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة وأستغفر ربي قبل أن ألقاه. أحسست أن كل ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت: إنها النهاية لا محالة. فنطقت بالشهادتين وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة. وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامي مكسور، شاء الله أن ينكسر في حادث منذ 3 أيام. وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ، خرجت من أعماق الماء فإذا الأضواء تغمرني، وإذا بي خارج السيارة، ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ، كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها. ولما رأوني نزل 2 منهم وأخرجاني من الماء، وقفت على الشاطئ ذاهلا عما حولي، غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أتخيل السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا، وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. أحسست برغبة في الركض بعيدا والهرب من هذا المكان، هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي الدنس. ومضيت، مضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لممثلات وراقصات ومغنيات. اندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أبكي. أحس بالندم، أحس بالندم، الندم على ما فرطت في جنب الباب. فأخذت الدموع تنساب في غدارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز. وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان، إنه صوت الأذان يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة، وجلجلة الأذان في كل حي. ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العباد خالي. يقول. فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد بعد أن أديت الصلاة
أعلنت توبتي وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيئتي. ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى قلت هنيئا لك الدموع الحارة، هنيئا لك الدموع الحارة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه. وقال الحسن البصري: التوبة النصوح ندم بالقلب، استغفار باللسان، ترك بالجوارح، وإضمار بألا يعود. وقال يحيى بن معاذ: علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس في كل همة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ شاب صالح يقول: كان لي قريب بعيد، قربه النسب وأبعده الدين، وبحكم اطلاعي على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا، ومثله كثير. نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين، ولكنه كان يقدم ويؤخر ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة. هلك المسوفون، والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له: كم ستعيش؟ 20، 30، بل 80، ثم ماذا؟ لا بد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ وفي ليلة لم يتوقعها، في ليل مظلم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة، ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا، ومثله كثير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفجأة على غير موعد نزل به نازل وطرق بابه طارق، ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب، ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة، إنه الزائر الذي لا يرد. حاول أن يؤخره، أن يؤجله، فلم يستطيع. أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع. أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب، بالمال والأولاد، فلم يستطيع. حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتهى كل شيء. هوت آمال العظام وأحلام كالجبال، حشرج الصدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح، وأمامه أسئلة صعاب وجنة ونار. هلك المسوفون. يقول الشاب: لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه الصدعة من أسرتي، ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه، ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة، وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير، وكنت أولهم، فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه؟ لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء. فقل لي بالله العظيم، كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ حال عجيب. قسم لا يصلي ولا يركع، لا بليل ولا بنهار، وقسم يقدم ويؤخر وينام، يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما أنا لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين وينضموا إلى قوافل العائدين؟ خلي الذكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وخلي عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثم أبدعتها لشهوة أطعتها في مرتع ومضجع، وكم قطا حسدتها لخزية أحدثتها وتوبة نكدتها لملعب ومرتع. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقع، ولم ركضت باللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراقب